عيدوا على سوريا بالأمان وبالخير لكل الناس وشوي تفرجوا عنهم. للعمال إن شاء الله بصير وضعهم أحسن وكل عام هن بألف خير إن شاء الله. العمال اللي عم يشتغلوا لهالوطن ويتعبوا ويقدموا وكل عام وأنتم بخير. نحن بنشكرهم على جهودهم الكافية والله يعطيهم العافية والله يقويهم ونحن سوا عم نعمر لسوريا نحو الأحسن بإذن الله. مو بس عمال ونشكر الجيش العربي السوري كمان يلي هو العامل الرئيسي لحد الآن أنا وياك عم نحكي هلا مع بعض. يعني عيد العمال عيد عظيم يعني العمال عم يكملوا مع الجيش العربي السوري في بناء الوطن. يعني ننسى مثلا ما ننسى عمال الكهرباء، عمال النفط، عمال كل الشركات يعني عم يقدموا يعني وعم يضحوا رحلهم شهداء يعني. كل عام وانت بخير لكل العمال يعني. عمال هن بنات حقيقيين في يعني أداة من أدوات بناء المجتمع بشكل حقيقي. ونحن بنقول لهم كل عام وانتم بخير وإن شاء الله سواعدكم وإيمانكم بهذا البلد وبإمكانياتكم تقدروا توقفوا هذا البلد مع الجيش كأداة رديفة فعالة مع الطلبة. الجيش على الجبهة والعامل محله بس عم بيتابع يعني عم يبذل كمان بمكان آخر عم بيضحي يعني نفس التضحية بحيث أنه ما يتعطل شيء بالوطن كله. يد العامل هن اللي عم يشتغلوا وبعملوا والله يعطيهم العافية كل عام وانتم بخير والله يمدهم بعافيتهم يطورهم في هالبلد.